السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سمارت هوم. اليوم سنقدم لكم جهاز تلفاز من شركة تي سي ال 55 بوصة بدقة 4K. هذا التلفاز يشتغل بنظام اندرويد ويدعم الكثير من المزايا. إذا لمعرفة المزيد حول هذا التلفاز لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. إذن أصدقائي، بعدما قمنا بفتح العلبة سوف نقوم الآن بمراجعة الأجزاء المرفقة لهذا التلفاز. كما ترون هنالك قطعتين لحامل التلفاز، وأخيرا هنالك قطعة ألياف دليل التشغيل، وأخيرا هنالك جهاز التحكم عن بعد بأزرار نيتفليكس واليوتيوب والمساعد الصوتي من جوجل أسيستنت. إذن أصدقائي، هذا هو جهاز التحكم الذي سوف تجدونه عند اقتنائكم لهذا التلفاز. إذن أصدقائي، بالنسبة إلى الشكل الخلفي للتلفاز فهذا هو شكل الإطار من الجهة الخلفية. أما بالنسبة إلى منافذ الاتصال لهذا التلفاز فكما تلاحظون هنالك منفذ الهوائي ومنفذ المستقبل الرقمي المدمج، ثلاث منافذ HDMI، منفذ الانترنت ومنفذين USB، واخيرا هنالك منفذ للافي ومنفذ جاك. اذا اصدقائي، هذه هي منافذ الاتصال في هذا التلفاز، وهذا هو شكل الاطار من الخلف. اذا اصدقائي، على بركة الله سوف نقوم الان بتشغيل التلفاز. اذا سنختار اللغة، إذن أصدقائي لقد قمنا بتشغيل التلفاز بنجاح وقمنا بالاتصال على شبكة الإنترنت. كما ترون هنالك العديد من التطبيقات في هذا الجهاز، منها نيتفليكس، برايم فيديو، يوتيوب، وهنا بلاي موفي، والكثير كثير من التطبيقات. كذلك هنالك الشاهد، ستارز بلاي، أوسين، الجزيرة العربية، ويمكنك تحميل المزيد من التطبيقات عبر مكتبة البلاي ستور من أندرويد. فكما ذكرنا سابقا هذا الجهاز يشتغل بنظام الاندرويد. اذا اصدقائي سوف نقوم الان باختبار المساعد الصوتي من جوجل اسيستنت. كيف هي احوال الطقس اليوم؟ الطقس المتوقع في الدار البيضاء اليوم 16 درجة مصحوبة باجواء غائمة جزئيا. اذا كما ترون فهذا الجهاز يدعم اللغة العربية. سوف نقوم الآن باختبار آخر. Open Google Play Store. Opening Google Play Store. إذن كما ترون هنا لقد قمنا بفتح Google Play Store، أي مكتبة التطبيقات من جوجل. سوف نقوم باختبار آخر. Open Netflix. Opening Netflix. إذن كما ترون فالمساعد الصوتي هنا جميل جدا وسلس
في الاستخدام. إذن أصدقائي، على مستوى جودة الصورة في هذا الجهاز فهو يدعم 4K، فهذا الجهاز من فئة UHD TV، بالإضافة إلى أنه يدعم ميزة البلوتوث، وذلك من أجل الاتصال بمكبرات الصوت الخارجية أو أجهزة أخرى. وكما شاهدنا في هذا الفيديو، فالتلفاز يدعم المساعد الصوتي من جوجل أسيستنت. وأخيرا هنالك ميزة الثمن، فأجهزة TCL معروفة بالجودة في الصنع وأثمنة أقل من منافساتها مثل سامسونج، LG وسوني. وأخيرا هناك الضمان، فشركة TCL تمنح لأجهزة التلفاز ضمان بثلاث سنوات، ما يجعلها الشركة الوحيدة التي تمنح مثل هذه المدة. إذن أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.